الحالة دي أكيد ما جاتش من فراغ، أكيد دي تراكمات سنين طويلة وانتقلت من جيل لجيل. جيل المؤسسين العظماء اللي حطوا الأساس، أساس في البناء، أساس في التربية، القيم، المثل، المبادئ. وما فكرش حد في يوم إنه يحيد عن كل ده، واللي بيخرج مستحيل إنه يكمل أو يكون موجود إلا لو عاد للطريق المرسوم. دي كلها حاجات ما اتنقلتش بس من المؤسسين للي جم بعضهم من العظماء اللي تولوا إدارة النادي، لا، دي اتنقلت كمان للجمهور اللي عشق النادي. اتعلم هو كمان إن المبادئ قبل البطولة والأخلاق فوق الانتصارات، وإن النظام هو اللي بيصنع الأمجاد. المؤسسين للنادي وكل مجالس الإدارة اللي مروا على النادي اشتغلوا من أجله. مفيش حد تولى مسؤولية في النادي إلا وكانت مصلحة النادي فوق مصلحته الشخصية. إدى من غير ما يفكر في المقابل. العطاء كان الهدف الرئيسي لأي حد شغل منصب في النادي الأهلي.